أعزائي المشاهدين، مرحبا مرحبا بكم. أنا اسمي بسام وهذه أستاذة يوان. إن الحركات التي تعلمناها في الدرس السابق قد كانت صعبة قليلا، ولكنني بذلت جميع مجهوداتي في جميع التمرينات. أستاذة، هل سنواصل تعلم حركات جديدة في هذا الدرس؟ نعم، لنبدأ. لنراجع أولا الحركات التي تعلمناها في الدرس السابق. الحورية ترقص بالأكمام، الدور ثم التابوت، عاصفة القدم الدوار، في هذا الدرس سنواصل تعلم الحركات في الدان الثالث، مستعدون؟ الحصان البري يعبر جدول الماء، نبدأ بحركة عاصفة القدم الدوارة. تقدم بالقدم اليمنى وارفع اليد اليمنى لتمسك النونشاكو تحت الإبط. ارفع القدم اليسرى واقفز بوطئ القدم اليمنى على الأرض مع دوران من الجانب الأيسر إلى الأيمن، ثم تأبط النونشاكو وتقدم وادفع اليد اليسرى إلى الأمام. قم بالحركة مرة أخرى ولاحظ التنسيق بين اليد والساق. الطاووس يفتح ديله، نبدأ من الحركة السابقة. تقدم بالقدم اليسرى ثم اترك المقبض داء من اليد اليمنى. قم بالدوران السحابي إلى أعلى وأدر الجسم ومد الذراعين إلى الخارج. لنؤدي معا مرة أخرى. طائر الرخ يبسط جناحيه، نبدأ من حركة الطاووس يفتح ذيله. اكتسح بالنونشاكو يسارا، ضع اليدين على الصدر ثم تقدم بالقدم اليسرى وأدر الجسم إلى اليمين. قم بالدوران السحابي ممسكا النونشاكو في اليد اليمنى وفرق الذراعين، ارفع القدم اليمنى في الوقت نفسه. لنؤدي الحركة مرة أخرى ولاحظ التنسيق بين اليد والساق.
الحصان يعبر جدول الماء. ارفع النونشاكو مع وقفة القوس وقم بالدوران، ثم تأبط النونشاكو بخطوة القفز. الطاووس يفتح ذيله. تقدم بالقدم اليمنى لتصل إلى وقفة القوس اليمنى. أمسك النونشاكو باليد اليمنى وقم بالدوران السحابي، ثم اكتسح أفقيا إلى اليمين وافتح الذراعين. طائر الرخ يبسط جناحيها. اكتسح أفقيا يسارا بإمساك النونشاكو في اليد اليمنى، ثم اكتسح إلى اليمين وارفع الركبة اليمنى وقف على القدم اليسرى وافتح الذراعين. لنشاهد الحركات التي تعلمناها في هذه الحلقة بشكل متصل. حركة طائر الرخ يبسط جناحيه حركة صعبة، لنشاهد بسام يؤديها. حسنا، نستعمل هذه الحركة للهجوم على الخصم القادم من الخلف، وفي الوقت نفسه تساعد في التدريب على التنسيق بين حركة اليد والجسم والوقفات. حسناً، لنشاهد بسام يعرض الحركة مرة أخرى. مشاهدي الكرام، هل وجدتم صعوبة في تعلم النونشاكو؟ ليس مشكل، بعد قليل سنبدأ التمرينات. كيف أوجه السلاح الطويل للخصم؟ إن السلاح الطويل هو السلاح الأطول من متر. انتبه إلى النقاط التالية عند مواجهة السلاح الطويل. بادر إلى الهجوم عندما يقترب الخصم. ما دمت قريبا من الخصم تنخفض ميزة السلاح الطويل. في المعركة تندمج الحركات التجنب والدفاع والهجوم، فإن الحركة السريعة تحدث تأثيرا كبيرا للهجوم في مواجهة السلاح الطويل. اجمع التجنب مع دوران الجسم مع الحركات الأخرى، وأحاول الحصول على سلاح الخصم. لنتمرن على الحركة التي تعلمناها في هذا الدرس. الحصان البري يعبر جدول الماء. الطاووس يفتح ذيله. طائر الرخ يبسط جناحيه.
لنؤدي الحركات بشكل متصل. استخدم ميزة أنشاكو في ضرب الهدف البعيد لتتغلب على السلاح القصير وبادر إلى الهجوم. إذا بادر الخصم بالهجوم، صد الهجوم بضرب الذراع الماسكة للسلاح. أعزائي المشاهدين، هل أتقنتم جميع الحركات في هذه الحصة؟ أتمنى أن نتمرن بجد واجتهاد. أستاذة، هل توجد حركات جديدة في الدرس القادم؟ نعم، أنا متشوق جدا لمعرفة ما في الحصة القادمة. مشاهدينا الكرام، لقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، فانتظرونا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.